السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد بحلقة رابعة مع اخونا داوود خاوتي محبوب الجماهير. المهم خاوتي، حكينا في الحلقة الثالثة كيفاش يعني عانى مع اولاد الزنا، حاشا السامعين خاوتي يعني المتفرجين محترمين لما يشوفوا فينا. هذوما كون جا ولاد الحلال ما يديروش الخدمات، هذوما يديروا الزواولة دراما الزواولة وكذا، ومنهم ايام الدراما يتخلفوا وان شاء الله كما يقولوا غير الجبل ما يتلاقاوش. المهم خونا ما استسلمش، خسر دراهم بصح يربح صحته، عاود خمم وعاود دار وجرى وطاح وناض وعاود دار فيزا تاع تركيا، طلب فيزا تاع تركيا. المهم راح تبدا رحله جديده خاوتي يعني عبر طريق البلقان اللي يقولوا لها 7 غربات، وخونا اللي وفق ربي وصل في مده شهر ونص ممكن ولا شهر و20 يوم على باش اكزاكتومون. خلي خونا داود هو اللي يحكي لنا. ومرحبا بك خويا داود. الله يسلمك خويا عمار، السلام عليكم، تحياتنا للناس كامل اللي يتبعوك خويا عمار، وتحيه لا فامي على كل حال. بون كملوا خويا عمار. المهم قلت لك جبت الفيزا، قلت لك بدات حكايه واحده اخرى خويا عمار، كيفاش نديروا الطريق تاعنا، كيفاش نروحوا، كيفاش نمشيو، وين نمشيو، علاه نمشيو. المهم احنا قبل ما نديماريو من الجزائر دايرين بروغرامنا، كنا نتلاقاو انا وصاحبي هذا كل عشيه هكا، دي فوا نجيبو لعندي للدار للشومبره تاعي ونبداو نبروغراميو. المهم حنا واش كان الاشكال، وين كان في البي خويا عمار، كان في هذيك البيريودا خويا عمار كي رحنا سقسينا لقيناه ب 9 ملايين خويا عمار. 9 ملايين يا خويا عمار راهي طريق، راهي رحله، راه دراهم تاع رحله خويا عمار. 300 اورو هذيك توصلك خويا عمار، ولا 400 ولا توصلك تمشيك واني جايك. المهم بدينا نشنشو كدا، منا ليبي رخاص كدا 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 كدا، ولينا نحسبوا الليدات، لقينا اللي رخاص الليدات تاعهم بعاد بزاف، سما تلحق عليك الشتا وانت مازال ما ديماريتش الرحله تاعك. يشعل ربي نوليو للبوصه اخويا عمار، خممنا شفنا كدا 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 كدا، ما باليش واحد النهار راني مريح، الفيزا عندي، واحد النهار راني مريح في الدار، في الدار نكونيكتي هكا، ما على باليش كيفاش ندخل لاباج تاع لاجونس اللي درت معاهم فيزا خويا عمار. دخلت لقيتهم دايرين انونس بي تاع تركيا الي سامبل ب 36 100، اي اخف الاضرار خويا عمار، راهي 6 ملايين اخويا عمار ديفيرون. اي صاحبي انا ديريكت قلت له فوالا فوالا، هاي كيفاش هاي كيفاش، قلت له البيه ويدير ب 3 ملايين و600 والخرجه مضمونه من الجزائر 100% خويا عمار. بس قعدت كونفيرميت انا مع لاجونس، قلت لهم فوالا باللي في لاباف اسكو يرجعونا ما يرجعوناش، بس كذا البيير او الي سامبل باين باللي انا راني رايح ما نوليش. قالت لي با بروبليم، هذيك مولات لاجونس ونحييوها بالمناسبه يعطيها الصحه، وقفت معايا ودارت معايا، واش ما داروش معايا الرجال دارته معايا هذيك المره، يعطيها الصحه معليش بدراهمي بصح الله يعطيها الصحه. ناس هم يخدموا لهم في الدواسه خويا عمار، انا جاريه زعما سبقت بجاري هو الاول يخدم الدواسه، واحد تما وليد حومه. عيط له خويا عمار شحال قال لي 4 ملايين ونص، ورو لو فيت كونت من عندي انا اللي ندير رو لو فيت كونت، عند المراه ديرته ب1.5 مليون كلش من عندها ما عليناش. المهم قلت لك عيط لصاحبي قال لي فوالا، قال لي ماشي مشكل، قال لي غير احكم دو بلاص. قلت له سور سور، اي قال لي سور، بعت لها ديرك لي باسبور انا لي فوتو تاع لي باسبور، طق طق قلت لها احكي لنا دو بلاص، قلت لها الدراهم كيفاش، قلت لها اسكو فيرسي لك، قالت لي با بروبليم فيرسي، قالت لي ما كان لاش تشقى، قالت لي نهار تجي خارج، قالت لي فوت علينا هز البي تاعك وراح. مع لي كونفيونس هادوك، كونفيونس كونفيونس هادوك الناس يعني ما عنديش كيف كونفيونس بزاف وخلاص، على حساب التجربه تاعي انا يا خويا، انا دوفوا وابوندونيت معاكم تقريبا عام كومبلي، عاودوا لي الدوسي خويا عمار. قلت لها حكم لي زوج دو بلاص كدا. المهم بعت لها نيسيسار الغدوه من داك، هي حكمت لي بلا ما حك، شوف ريزرفات لي بلا ما حكمت لي، بلا ما حكمت الدراهم ريزرفات لي ديجا، حكمت لي البلايص، وهي نورمالمون مادام ما حكمتش الدراهم ما تقدرش تريزرفي لك. انا قلت لها ماشي مشكل، قلت لها ريزيرفي لي ودراهمك غدوه يكونوا عندك. الغدوه نط الصباح جبت دراهماتي طق 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 3 ملايين و600، زاد جا صاحبي زاد دار 3 ملايين و600، فرسيتهم لها سي بو سي بو، عيطت لها قلت لها صورت لها الريسي قلت لها هاوليك سي بو سي بو، قلت لها المهم نهار الحق لادا، وكانت لادا تاعنا لو 29 سبتمبر اخويا عمار على 6 تاع الصباح.
هذه قبل سمعنا هكا كل منطقة كنا حكمنا واسمه برايس. المهم حكمنا سيبو سيبو، الواحد استراح. ومن بعد انا الحاجه اللي وليت بازي عليها، الحاجه يعني اللي بازيت عليها، اللي هي الوالده يما بازيت عليها خويا عمار، بيسك الخطره الاولى خويا عمار ما ديتش رضايتي يما، انا نكذب عليك ما ديتهاش، رحت وخليتها منويه مني، شغل على باليش كيفاش. راك تعرف رضايه الوالدين يلعب دور كبير في اي حاجه في الدنيا هذه. بديت انا ورا يما، يا يما فوالا انا وريت لها الفيزا، قلت لها يا يما انا جيت جبت الفيزا، هو ما كان على باله حتى واحد بيا. كنت نهضر هكذا في الدار، نهضر لهم نقول فوالا انا نروح وكذا وكذا وكذا، مي واحد ما على باله بيا، لا دفعت فيزا ولا جبت فيزا ولا ما جبتش. من بعد وريت لها الفيزا، قلت لها يا يما انا حاب ندي رضايتك، هذا ما كان، الا كان راضي عليا 100% نتكل على ربي، والا ما كيش راضي عليا يا لو كان 1% قلت لها اميري كلش ونقعد هنا. قالت لي يا وليدي، قالت لي واش راح نقول لك، قالت لي انا ما عييت فيك وانت ما الغالب، هذه هي هذا واش حاب انت، اتكل على ربي راهي مفتوحه ان شاء الله. قلت لها يعني قعدت ناكد معاها، يا يما اسكو سور، قالت لي اتكل على ربي وما تخافش، قالت لي روح، قالت لي انت باغي تروح روح الله يسهل. بديت رضايت الوالدين، بديت رضايت يما، الحمد لله. سما هنا زاد طلع لي المورال ديريكت خويا عمار، زاد طلع لي المورال فليشه خويا عمار، سي بون. حاجه اللي كنت نحوس عليها، ما خصني دراهم ما خصني والو، خصني رضايت والديا والسلام. المهم ما عليناش، شريت البي قلت لك اخويا عمار، ونحييهم بالمناسبه. انا في طريقي يا خويا عمار كاين ثلاثه عباد لقيتهم، كاينه الوالده ربي كثر خيرها وربي يطول في عمرها، وان شاء الله الا قدرنا نعوضوا لها نعوضوا لها ما اكثر هكا، وكاينه اختي ربي يطول في عمرها ثاني، هي عاونتني بارك الله فيها ويكثر خيرها، وكاين خويا اللي في فرنسا، هادو وقفوا معايا ما عنديش كيف، ما عنديش كيفاش نوصف لك، واني جاي في الطريق، راني جايك مع الطريق تفهم حوايج بزاف. المهم نطقت مع يما، يما قالت لي انا نرمي عليك طون، قلت لها مليحه ما عليناش. نطقت اختي قالت لي انا ثاني نعطيك طون، سما راني بديت نحي شويه، سما بديت نرفد في روحي ما عليناش. المهم درت كل اي حاجه، قضيت اموراتي، قضيت صوالحي، رجليت اموراتي. خويا عمار شحال بقاولي فيه مكتوبي؟ 5 ملايين خويا عمار. كي درت النسيسر مع الشيء اللي عطاوني في الدار، مع البي خالص، مع كل شيء خالص. المهم هذيك ال5 ملايين خويا عمار جبت منها حق 200 اورو، جبت شريت 200 اورو درتها في الجيب، وبقات لي هذيك 700 الف خويا عمار. 700 الف هذيك قلت انا نطلع بها من جيش الالجي، قلت كاش ما يصرف بنادم كاش ما ياكل حاجه، راك تعرف مع اللي طلعت انا، انا كان ديبار تاعي لو 29 خويا عمار، انا طلعت لو 26، لو 26 طلعت في الليل، سما ال 29 ال 27 كنت في الجزائر، كنت باش نقضي اموراتي، حاجه هكا كتعجبني بالك في الطريق نحتاجها بالك امور. المهم كان معايا السيد. المهم لا علينا، رحنا قضينا اموراتنا، بقينا هذوك اليومين. نهار الاخر غدوه ونروحوا، طلعنا عند لاجونس، هزينا لي بي تاعنا، سي بون سي بون. مع اللي كانت تسمى كانت فيها تيست كورونا، من بعد في الاول قالوا لنا باللي كاين تيست كورونا، ومن بعد عاودوا كي رحنا عندهم لاجونس قالوا لنا سي با لابين، قالوا لنا ما كانش نحاول. زاد تنحات لنا شقا كبير كبير، ما عليناش. المهم هزينا لي بي تاعنا ولينا للدار، ريحنا تعشينا عند السيد يكثر خيره بارك الله فيه، قيمنا قدرنا رفدنا بارك الله فيه. زاد شافنا الفروض مسكين، قلنا له باش 3 تاع الصباح، 3 3 ونص يجي يرفدنا يدينا للمطار. هيا طلع النهار خويا عمار، 3 جا عيطنا الفرودور، هزنا طق حطنا في المطار خويا عمار. انا باقي نخمم غير على البي، غير على البي، اسكو يرفزوني
في لاباف ولا نفوت ما عليناش. دخلنا وحنا ما رحناش اخويا عمار مع اير الجيريه، حنا ما شريناش البي مع اير الجيري، حنا شرينا مع طاسيلي خويا عمار. المهم الخيمه هاني يستناو فينا، انا قلت انا وليت نحس بروحي حاجه كبيره، قلت هذوك تاع طاسيلي مساكن يستناو فينا على بالهم، والطياره اكثر من خمس واش كان كنا بالك واحد فايت الخمسين بنادم، فايت الخمسين بنادم، واحد سبعين بنادم، ولا في السبعين بنادم هذوك بالك واحد الخمسين حراق ناس قاع خارجه. المهم وصلنا لقينا هم يستناو فينا، فوالا عطيناهم بي باسبور شافوه كدا منا، مع اللي انا كنت خارج بونتاكور خويا عمار كاسكيطة راك تعرف واحد راح يبرد البلاد، كنا نخرجوا بحاجه خلاف. ومن بعد نطق لي هذاك تاع الطياره، قال لي شوف، قال لي يا اخي الا كان ما حابش تجيب الشبهه تاع روحك، قال لي حاشاك دخل الطواله ديبري يلبس سروال، المهم حاجه باش تكومون في روحك تفوت لاباف نحيش البس البونتاكور ولا البس الشورت ولا البس واش حبيت، قال لي غير تفوت لاباف وساي. هيا ما عليناش ديرنا على الكلام وما حبيناش النويوات، دخلت انا حاشاك الطواليت ديبريت نحيت البونتاكور لبست السروال، كنت داير بلي غافي رجلي عاود بسترينين سما باش نبان بلي نحيت كاسكيطة. المهم لا علينا، دخلنا فوتنا طف طف طف، فوتنا على الاجراءات يعني ما لقينا حتى صعوبة، تمتم مع كان الصباح وما كانش الغاشي ما كانش، كان كنا حنا تركيا وكانت الطيارة تاع فرنسا، هذا واش كاين، هذا واش كاين في الداخل. المهم دخلنا فوتنا، دخلنا لابا، دخلنا اللي اسمها لهاديك وين تسنى طيارة، دخلنا تما سنينا الطيارة، جات الطيارة طلعنا خويا عمار فوتنا كدا كدا، وتعرف الإجراءات كيما يفوتوا كاع الناس، طلعنا للطيارة الحمد لله لاباس. سما هكا رانا درنا خطوة، مازالت غير تقليعة، قلعت الطيارة خويا عمار 6 تاع الصباح لو 29 سبتمبر هزتنا 6 تاع الصباح، مشينا مشينا خويا عمار. المهم درنا 3 سوايع وربع واقيلا ولا 3 سوايع ونص حتى لاسطنبول، وصلنا لاسطنبول هبطنا في المطار، غير هبطنا يا خويا عمار سبحان الله كنا انا وصاحبي يعني باش تشوف. من بعد حتى لقينا واحد ما باليش لا بوليسي ولا ديواني، مهم سيفيل خويا عمار، جرينا حنا 20 بنادم خويا عمار في لاباف. كنت انا عند البافيست هكذا، راني عند البافيست راح نبوزي الباسبور، بوزيت الباسبور تاعي ديجا شدوه فتحوه، بعد تحت كيتوشا جا من هي عيط عليه قال له ما سي با لا بين تكاشيلو. وانا توسوس، وانا زدت ولات لي توسويسه واحد اخرى، حتى لقيتو جا حاول الباسبور جبد الباسبور زاد رجع للاخرين اللي كانوا مورايا الصف، هات انت الباسبور ويشوف هكا ما تعجبوش ينحيلك الباسبور، هات الباسبور هات. المهم واحد 20 بنادم حنا كاع باسبورات. المهم لا علينا، حنا كنا خارجين كيما نقولوا على دروات رجعنا على غوش، والمطار تاع شتو مطار تاع اسطنبول تاع صبيحه هذا جديد كبير اخويا عمار كبير، سما دانا من الشرق للغرب عاود بدلنا بلاصه ديريكت. المهم اللي علينا وبدا وصاحبي شويه نرفو، صاحبي قلت له شوف، قلت له ما تدخلش في لعبهم كاع، قلت له هادو يبروفوكيوك، قلت له يلقاولك السبه. صاحبي شويه منرفز شويه بقى يهضر، وشغل يهضر بالصوت عالي، قلت له فاتح، قلت له راح يصرى لك بروبليم معاهم، قلت له سي با لا بين تدخل في لعبهم. المهم وصلونا للبيرو هذاك تاع الهجره هذاك تاع او يجي داخل المطار، وصلونا تما ريح في العشرين بنادم هذيك، جبدوا ثلاثه عيبال، جبدوا صاحبي هذا، جبدوا واحد من المديه واقيله ولا مانيش عارف. المهم ثلاثه عيبال اللي جبدوهم هادو دخلوهم لداخل ما عباليش واش هضروا معاهم، بس كان علاش من بعد احنا وما خليناه من الداخل، وحنا خرج هذاك اللي دانا لي باسبور عاود رجعنا احنا لي باسبور تاعنا، هاك 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 انت فوت هاك وفوت ديرك. وشوف باش ما ننساش،
صاحبي مسكين، ان شاء الله ربي يفتح له بيبان الخير. هذه كي جينا طالعين في الطياره في الجزائر، مسكين جبد صعوره، قال لي هاك هذه، قال لي خليها عندك. تقول كان حاس بيها خويا عمار، قال لي هذه خليها عندك، حطيتها في الجيبانه. المهم كي جيت خارج عطاونا لي باسبور، وجيت خارج انا قلت له المهم رانا نتلاقاو برا، انا قلت دوك يعاودوا يرجعوا له الباسبور ويخرج نورمال، اجراءاتك ايها الناس. خويا عمار خرجت انا ريحت بالك، شوف انا وصلت بالك نقول لك العشرة ونص، بالك كنت في اسطنبول ال11 هكاك. شوف من ال11 وانا نستنى فيه برا المطار حتى ال3 ونص تاع العشية ما كانش، وانا ما كانتش عندي كونيكسيون، مازال ما شريتش بيس، ما بيسك ما عندي والو. الويفي ما خرجت انا من المطار، كان كاين الويفي في المطار بصح خرجت انا من المطار مازال ما هو تاني ما عندوش كونيكسيون، كيفاش راح نتصل بيه؟ قلت شوف لحقت الربعه ما خرجش، باين باللي ما فيهاش خويا عمار. قلت انا المهم نروح اسمه الاقصى راي وندبر كونيكسيون ونعيط له، الا لقيته فاتح انا نعيط له. اي المهم ركبت من تما من المطار الاقصاري، هبطنا في اقصاري، شت 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 هكا ما كان والو، ما تعرف والو، ما بالك بوالو، مع اللي تركيا في الديميساز وضروك تبدلت عليا الدنيا. انا علي انا ما خدمتش البلاصه هذيك، انا هذه البلاصه اللي رحت فيها ما خدمتهاش كاع، ما درتش فيها نهائيا، ما نعرفهاش. المهم بقيت تما، بقيت تما وطالق ودني كش ما نسمع كلمه بالعربيه، كش ما انا هيا تلاقيت بواحد 3 مغاربه، وانا عندي قصه كبيره مع خوتنا مغاربه، عندي قصه كبيره. المهم تلاقيت هادو مغاربه، السلام عليكم. السلام، قلت لهم فوالا انا هكا 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 صاحبي يمشي زوا في المطار. قلت لهم الا عندكم كونيكسيون طلقوا لي برك نعرف وين راه وكيفاش وكذا. طلق لي واحد كتر خيره، طلق لي هيا لقيت صاحبي انا بعت لي ميساج، ديجا بعت لي ميساج فوكال سمعت، قال لي يا داود، قال لي انا فوالا، قال لي انا داروا لي الديبور وعطوني اكسبيرسي 5 سنين ما ندخلش لتركيا. هذا بفيزا خويا عمار، وعنده 3 فيزات مقاشيين في هذه، باش الناس، باش هذه مليحه للناس دوكا كي يسمعوها من عندي باش يديروها عبره خويا عمار، باش واحد ما يغلط. مام عندك 20 فيزا في الباسبور اخويا عمار، يحبوا يديروا لك مشكل يديروا لك مشكل، واني جايك في الحكايه. لقيت بعت لي قلت لك فوكال، قال لي فوالا انا داروا لي اكسبيرسي 5 سنين ما ندخلش تركيا، وبعت لي الورقه مسكين صورها لي وبعتها لي. اوي 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 واش هذا عباك، شغل تبدلت عليا عباك في رمشة عين، تبدل عليك تبدل عليك البروغرام 360 درجه اخويا عمار، تكون كاين دير بروغرام يعاود يتبدل لك البروغرام، ما عليناش. المهم قعدت نصبر فيه وكذا منا ومنا، قال لي فوالا بلي مبيتيني اليوم في المطار ويعاودوا يردوني على تونس، ما حبوش يردوه على الجزائر ديريكت خويا عمار، ردوه لتونس، ردوه لتونس، ما حبوش يديروا له فول ديريكت مو الجي، ما عليناش. المهم قعدنا كونتاكت وقعدت نصبر فيه، مسكين راك تعرف واحد كي يطيح له المورال كي داير بروغرام ويتبدل له البروغرام. المهم قلت له خيرها في غيرها، قلت له نورمال، قلت له يا خويا الحاجه المليحه تجيك تجيك، ما تعرف. قلت له انا وصلت لاوروبا وفوت 9 شهور و 10 ايام تاع الحبس وعاودت وليت للجزائر ونورمال، وجامي قطعت لي ياس خويا عمار، وعطوني اكسبيرسي عامين ونورمال، وجامي قطعت لي ياس، ما عليناش. وصلت كنت داير بروغرام مع واحد اخر زعما باش نتلاقاه في تركيا. المهم لحقت الوقت السبعة تاع العشية، عيطت له تليفون مبلع من السبعة تاع العشية وانا معيط، سبعة ثمانية تسعة العشرة وانا ما كاري، ما كريتش خويا عمار، ما كريت لا دار لا والو خويا عمار، ما كريتش انا في تركيا. المهم والله ما نكذب عليك، اسينيور اللي يعرف اسينيور في اسطنبول الساحة تاع الميدان خويا عمار 5 ايام وانا جاي تما في الجار داخل فوق الكراسة خويا عمار، بات برومي جور
سخر لي ربي واحد مغربي، يعني هو اللي عرفني بواحد الانسان، قال لي فوالا، قال لي ناقصين لي يوم يخرج. بس علاش؟ انا من البلاد كنت داير بروجرام طريق اليونان خويا عمار، ما كنتش داير طريق بلغاريا نهائيا في راسي. قال لي وكاين واحد، قال لي هو تاني وحب يروح على اسمه على اليونان. قال لي بالك تتفاهموا انت وياه وديروا رحله انتم مع بعض وعلى ربي وخليها عند ربي. قال لي غدوه ان شاء الله نتلاقاو الصباح. هكذا كان الصح خويا عمار. الغدوه من داك جوايه 8، المهم رقدت انا تما في الجرده هذيك، نكذب عليه، رقدت تما نوض مع هو، كان تما معايا هذاك المغربي. هو تاني هرب من الدار مع صدمولهم للدار، هرب خلاه قشو هرب مسكين. هذيك اسطنبول ماشي غير، هذيك تركيا ماشي غير 7 غربات، 14 غربه هذيك، الله لا يشوف مؤمن فيها. صباح صبح الحال 8، تلاقيت السيد هذاك، قلت له فوالا، نطق لي صاحبه، قال له فوالا هذا الانسان وراي على اليونان الا كانت تروح معاه رحله. قال لي با بروبليم، قال لي نروحوا كيف كيف، نروحوا هيا بسم الله. دينا نرجليو في الامور تاع الرحله. رحنا شرينا شاكوشا، شرينا شكاير لي ساك بوبال هادوك، شرينا نيسيسار تاع الرحله، البرا والخيط، الماكله، كلش خويا عمار اللي يخص الرحله كلشي شريناه. ماكلتي وفاش نرقد حطيتهم لهيك. من بعد وليت اخويا عمار نخمم على الباسبور تاعي وين نديرو. سخر لي ربي تاني، سخر لي انسان خليت عنده الباسبور تاعي، قلت له فوالا كي نمشي الا خرجت من اليونان، قلت له هام دراهم، قلت له بعته لي عطيته لادريس تاع فرنسا، قلت له بعته لي لفرنسا. ماشي مشكل، هو انسان كونفيونس وبارك الله فيه ويكثر خيره، ومازال يكون كونتاكت معاه لليوم. هو فلسطيني خويا عمار باش نهضروا صراحه، انا ولات بلادي ما درتش فيهم الامان. تما لقيتهم تما وخرجت مع الجزائريه خويا عمار، بصح ما درتش فيهم الامان. علاش؟ علاش دوك نفهمك؟ بيسك هادوك الناس شغل قلبي ما ارتاح لهمش، ما ارتاحش خويا عمار، ما هرب قلبي. وهذا باسبور راهو نص غربه خويا عمار، الباسبور اللي ما يعرفش الباسبور راهو نص غربه. ما عليناش، قلت لك هذاك الفلسطيني عطيته فالا، قلت له هاولي كدا مع اللي هو اللي شاف لنا هذوك الجزيريه. بس كان علاش هذا الفلسطيني رفدني، ركضت عنده ماكل شارب، راكد عنده باطل وهكذا قليل. ها ما كنتش اصلا في البروغرام معاه، رايح خارج ولا نهائيا، انا لوجه الله. ما عليناش، مع اللي كان معانا واحد معاه يخرج معانا ثاني رحله، تما ولينا حنا في 3، يخصنا واحد الرابع. الرابع كيفاش نافيغيوه؟ قليل في هذاك الوقت، قليل اللي يخرج على اليونان. كاع اللي تلقاه يقول لك بلغاريا 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 بلغاريا. اشتقت باش نسمع واحد يقول لي انا نروح لليونان. لقيت 3، حنا 3 عباد اللي لقينا بعدنا اللي رايحين على اليونان. ما عليناش، قلت لك المهم خبيت، ضمنت باسبوري هو الاول، خلصت عليه، ضمنت البلاصه تاعي كيف كيف، خلصت عليها تاع باش يديك من اسطنبول للميريش ويقطع بيك الواد، المهم يحطك في اليونان وانت تبر راسك ديك الساعه. انا خويا عمار باش نكونوا صريحين، انا خلصت 60 اورو خويا عمار. دوك كل واحد شحال هو يخلص، كان اللي يخلص 55، كان اللي يخلص 70، كان اللي يخلص 80، كان اللي يخلص 100، كل واحد وكيفاش يخلص خويا عمر، انت والانسان اللي طيح معاه. المهم قلت لك خلصت، فريت اموراتي، فريتهم سيبو. ما عليناش، الغدوه ان شاء الله كنا نتكلوا على ربي. مع زدنا شفنا الرابع، زدنا لقينا واحد الرابع، قال لنا صبروا عليا الغدوه ماشي مشكل. هاي الغدوة من داك زدنا روحنا رجلينا واحد الامور اللي خصونا هكذا في الرحله وكذا، رجليناهم. واني جايك خويا عمار اون دوزيام جور باش نوقفوا هنايا ومن بعد نكملوا، باش نعطيك هذه واحد الحاجه باش ما يغلطوش خاوتنا الحراقه، باش ما يطيحوش عنك كاش واحد ولا دوزيام جور. انا قلت لك ما كريتش، رحنا لوحد، بعتنا واحد لوحد البلاصه نكريو فيها، حنا حبينا نكريو نهار خويا عمار.
نكريو نهار، سمحنا حنا ما قاعدينش في تركيا، نكريو نهار باش نروبوزي وحاشاك ندوشو وكذا وهذيك، والغدوه من داك نخرجو هيا رحنا لهذيك البلاصه، ما لقيناش هذيك كيعطينا لوكاليزاسيون في فوسمو في المابس، قعدنا ندورو هما باطيمات كبار ما تقدرش تعرف واش من بلاصه واش من باطيمو اكزاكت، قعدنا غير ندورو تما تما هكا لقيناها ما فيهاش، كنا نوليو مع اللي هو بات، هو من قبلها بنهار قبل ما نتلاقى انا، هو بات في واحد الجنينه، قال لي مالا نروحوا لهذيك الجنينه، قال لي نباتوا فيها وغدوه يدير لها ربي تاوي. مع اللي كنت ايان اخويا عمار احسن، جيت من الجزائر لاسطنبول وزيت بات برا، وبقيت الليل النهار كامل وانا ندور، وغدوه من داك النهار كامل وانا ندور حتى العشيه جوايه العشره، جوي العشرة رحنا للجاردان هذيك، كنا انا ديريكت ما نكذبش عليك اخويا عمار، كي وصلت للجاردان هذيك جبت الساكوشاج تاعي فسحته ودخلت في وسط الساكوشاج، وكانت عندي بردعه اخويا عمار، هاي ليك هادي خويا عمار، هادي نقضتني خويا عمار، هادي كتر خيرها نقضتني، دوك نقول لك كيفاش نقضتني. هادي يا خويا عمار كنت حاط فيها، شوف حاط فيها تليفون وباور بانك ودراهميه كوارتي كلش، كنت حاطها من الداخل وكنت دايرها ولابس فيستا من فوق، كي كنت راح نرقد شغل بانت لي مجينيه ما نقدرش نرقد نورمال اليس، قلت والله غير نحيها، نحيتها كي من نحيتها في وسط الشاكوشاش ضربتها انا، دخلت حتى عند رجليا لداخل وخليتها ورقدت، رقدت اخويا عمار اصغر لا رقدت بالك جوية 12 تاع الليل، نشوف السيد ينوض فيا، مع اللي كنت عيان اخويا عمار عيان ميت، السيد ينوض فيا فطنت، لقيت الكابوسة فوق راسي خويا عمار، انا نحكي لك فيلم حقيقي خويا عمار، ماني نكذب ماني نزيد فيها ما والو، لقيت الكابوسة فوق راسي او عباك شغل بانت لي انا في، والله العظيم يا خويا عمار غير بانت لي غير في المسلسل تاع عالم دار هذاك، او قلت انا وشنو هذا، نطقت لصاحبي انا حسبتهم لابوليس، وعلاش هما زربونا بوليس قال لي جيف مي باسبور، جبت انا الباسبور دكيت يدي هكا جبت الباسبور، قلت له هاك الباسبور، خديته الباسبور، زاد جبد على صاحبي الباسبور، وصاحبي حتى من بعد باش حكى لي يعني دوك نحكي لك، عطيناهم باسبورات زاد دالو التليفون هو، ومن بعد لقيتهم يحوسوا له على الدراهم، قال له الدراهم باسبور وتليفون عاود رجعهم له، بصح هما سيدي مافيا خويا عمار، دي مافيا يدورو في على بالهم بلي الحراقه كاينين، يدورو في بلايص هكا وين ما يلقاو حراق يبريديو عليه ديرك خويا، سورتو كي يلقاوك وحدك ولا انت واحد يبريديو عليك ديرك، يجيوك حنا جاونا في ستة خويا عمار كاع بالكوابس خويا عمار، ما عليناش وانا راقد ما خلاونيش حتى انا نوقف هكا نتقعد، قال لي دراهم، قلت له ما عنديش، قلت له هاك فتش، قلت له ما عندي والو، هيا بداو يفتشو فتشو ما كانش دراهم، ضرب 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 ما كانش، انا سلكت من بعد دارو الاخر اللي معايا يضربوا هنا يلقاو الله اعلم لقاو 250 اورو خويا عمار، داوها له وعطاوها هربوا، ومن بعد انا ما نكذبش عليك خويا عمار ما با 30 ثانيه خويا عمار، كوز دي جارو لي تشاكو شاجر وليت اموراتي الهربة ما فيهاش، هربت خرجت منين وين الناس وين كاين الغاشي والسركالة وكذا، وبقيت نتفرج من بعيد فوق البون وقاعد نتفرج فيهم وما رايحين، بعدو بزاف صاحبي، انا قلت له هو مغربي، قلت له خويا قلت له مشى الموس، قلت له دراهمك راحوا من الاخر، قلت له سما بيش الا كانت تحوس على دراهمك راحوا، قال لي نروح موران، قلت له واش تروح موران، قلت له سمع كانوا معاك ما قدرتش تهضر معاه تقول لي انا نروح من موران، قلت له يا خويا قلت له نويهم صدقه وكل ربي، السلام عليكم، قلت له هذا واش تقدر دير،
من بعد احنا على وانا والسيد كنا شاريين تليفون مع بعض، بس كان انا خرجت من الجزائر، خرجت بهذا اخويا عمار تليفون كوندور هذا، هاولي كان مازال هنا يا هاولي، هذا اللي خرجت به من الجزائر، وهذا ماشي تاع رحله، لا شارج ما يشدليش حتى 5 دقائق خويا عمار، ديما في الباور بانك ما عليناش. قال لي نديرو 50-50، قال لي ونشريو تليفون، قال لي باش نديرو مابس مي وكذا، قال لي وتراسيو الطريق ونتكلو على ربي. قلت له فيها، شرينا تليفون. المهم قلت لك المهم باش ما نخرجوش على الموضوع، يعني غير نخرج على الموضوع نعاود نولي. قلت لك انا هربت، هربت. المهم قلت لصاحبي، قلت له المهم، قلت له نويها صداقه ولا تشكي دير ما على باليش. قال لي انا ما نروحش، قال لي انا انيلي ما نروحش على اليونان، ما قال لي نولي للمغرب. قلت له يا ودي، قلت له شوف، قلت وانا كانت باقيت لي يا خويا عمر 200 اورو كوز، ديجا هذه ديجا فاتت عليا 5 ايام في تركيا، كنت صرفت 100 اورو خويا عمر مع القضيان مع الامور، شريت النيسيسار ديالي صرفت 100 اورو، قالت لي 200 اورو. المهم قلت لك شرينا انا ويا تليفون. المهم رحنا ديك الساعة، رحنا عند السيد، رحنا عند السيد، قالوا فوالا بلي انا مقريساوني وبلاصة الفلانية وكذا وكذا، قالنا علاش نروحوا لتما، قالوا لنا بلاصة دونجي. وصح من بعد كي سقسينا علينا صح بلي بلاصة دونجي، ويدوروا فيها غير ولاد الحرام، غير صحاب لاغريسيون. المهم قلت له شوف، قلت له شوف انا عندي 200 اورو، قلت له يا خويا هاي 100 وانا نقاردي 100 ونتكلوا على ربي، تليفون عندنا، ماكلتنا عندنا، كل شيء عندنا، قلت له نتكلوا على ربي، قلت له ما تفشلش، قلت له 100 اورو هذه، قلت له تخلص 60 وتبقى لك 40، 40 المهم دبر راسك في الطريق كيفاش دير لها. هيا يجعل ربي، هو تاني عنده خوه في الطليان، اتصل بخوه كذا منا عاود بعت له مكتوبه. المهم قال لي خلي 100 هذيك عندك، قال لي خليها عندك، قال لي ما نورمال، قال لي بات بروبليم، قال لي نتكلوا على ربي. وبدات الرحله خويا عمار، لمنا السيد، حنا كنا 4، عيط لواحد الجزيري تاوعنا تما في اسينيور، قالوا فوالا بلي كاين 4 حراقه تاع اليونان، 5 دقائق كان عندنا، جا تفاهمنا معاه البري طان 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 طان. عيطنا ديريكتوم الطوموبيل خويا عمار، في الدقيقة هذيك رفدنا الطوموبيل خويا ديريكتوم وميريش، هم يعرفوها الحراقة جاية تحت ايديرنا لتحت، جيت اوزون كوبرو. المهم جا رفدنا اوب جبناها في ميريش، قالنا راكم تروحوا عند فلان، قالنا كي توصلوا بس هذيك البلاصة ماشي غير هو يخرج من تما، كاين بزاف اللي يخرجوا من هذيك البلاصة، قالنا كي توصلوا البلاصة الفلانية اذكروا الاسم هذا، عطانا اسم، قالنا اذكروا الاسم هذا راه يجي ليكم، يقول لكم فوالا من اللي من عند فلان سيبو خلاص. وهكذا كان الحال خويا عمار، كي رحنا ما لقيناش هذاك السيد. المهم رقدنا احنا في وسط الحراقه، رقدنا تما، رقدنا ما عليناش، طلع النهار. ومن بعد جا لعندنا هذاك السيد، قلنا له فوالا باللي احنا تاع فلان، قالنا ريحوا، قالنا العشيه هذه تخرجوا. المهم ريحنا تما العشيه، لحقت العشيه مع المغرب هكاك، هيا وجدوا رواحكم هيا 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 وباش تخرجوا. وكانوا جاو عندنا العسكر تاع تركيا خويا عمار، كانوا جاو عندنا قالوا لنا باللي العشيه واحد ما نلقاوه هنا، ما عليناش دانا للواد مع المغرب هذيك، بوجينا للواد. خرجت الفلوكه، بدا يشارجي خويا عمار، خرجت الفلوكه الاولى، زاد خرجت الفلوكه الثانيه، وزاد خرجت الفلوكه الثالثه، خرجوا ثلاثه، وفي الثلاثه هادو مخلطين، كاين جماعه التسليمه وحدهم، وجماعه كما يقولوا لهم الانتحاري وحده، الانتحاري هو اللي خادم طريق وحده، وجماعه التسليمه اللي مخلصين هادو كيروحوا وحدهم. قلت لك خرجوا ثلاث فلايك هادوك، ما با 10 دقائق سمعنا رصاص، طاحوا في العسكر تاع اليونان، العسكر تاع اليونان اللي تيري في السماء باش يحبس هكا، احنا في طاحوا في العسكر. من بعد انيلا، قالنا انيلي، قالنا حتى الغدوه ان شاء الله، قالنا ما فيهاش،
قالنا نبدل لكم البلاصه، قالنا ما نخرجوش على البلاصه هذه، قالنا البلاصه هذه محروقه، قالنا ما نخرجوش عليها. ولينا للبلاصه حنا وين كنا نرقدوا، فرشنا شاكوشه، شعلنا النار، تعشينا، رقدنا. الغدوه من ذاك لا قبلها، في هذاك النهار اللي رجعونا فيه تلاقينا بجماعه رجعوهم من اليونان، مساكن حالتهم حاله، نحيين لهم قشهم كده والو. خويا عمار بعتهم بسيرفات وتريكو، سيرفات وتريكو، ما كاين والو. كان زمان شويه البرد ما كانوش يطلقوهم هكاك، كانوا يعطيوهم حاجه هكا خفيفه، المهم غير درك روحك. جابوهم، جاو عندنا ولاوش هما اسطنبول، جاو ديريكت من النقطه من انا نخرجوا عند السيد اللي خرجوا معاه باش يعاودوا. تلاقيت انا واحد الانسان هذا ربيع، وعندي حكايه معاك، راني بعت لك التصاور، راني اللي بعت لك التصاور وهو متصور معايا بعد في التصاور اللي بعت لك هذوك اخويا عمار. تلاقيته هو من هذوك الزوج اللي رجعهم، قلت له كيفاش الطريق كيفاش كذا، مع اللي انا ما خدمتهاش طريق البر اخويا عمار، انا خدمت قلت لك في 2016 خدمت طريق البحر. قال لي هاي كيفاش، هاي كيفاش، هاي كيفاش، هاي كيفاش، هاي كيفاش تمشي، هاي كيفاش دير، ايفيتي هادو الصوالح. قال لي تصح تفوت لوطورود بيسك، علاش كيتقطع الواد اخويا عمار؟ تلاقيك بيستا زيد، هي كاين زوج بيستات، بين البيستا الاولى والدوزيام كاينه بالك واحد 400 متر هكا كل مابا. سما الا فوت وصلت للبيستا الدوزيام راك عند لوطورود، تقطع لوطورود تدخل في الغابه صيب اخويا عمار، لا من شافك لا من راك صحيح. قال لي هاي كيفاش، هاي كيفاش، لا علينا. وزاد طراصالي في المابس اخويا عمار، طراصالي النقاط، قال لي خرج على هذه، قال لي لا خرجكم من هذه البلاصه، قال لي خرجوا في هذه النقطه خير، قال لي تلقاوها سهله. واني جايك. المهم لحقت العشيه المغرب كيف كيف توجور، لمونا ابدا يدي دار الفاقه الاولى الدوزيام تروازيام، كنا 11 فاقه اخويا عمار، الفاقه فيها 12 بنادم. المهم داو حنا بقينا افون ديرني، حنا قبل الاخر، وكان طلع معايا هذا رابع، طلع معايا. المهم وما كنتش في البروغرام نهائيا، باللي كنا رايحين انا والسيد اللي معايا وواحد اخر اللي كنا ماشيين خادمين الطريق، تفارق من معانا واحد اخر، بقينا حنا زوج، قلنا حنا نمشيو فيه زوج وعلى ربي، عندنا الطريق، عندنا المابس، عندنا كلش، ماكلتنا كلشي كاين، كنا نتكلوا على ربي. المهم قطعنا خويا عمار، وصلنا للجهه اللي من هي تاع اليونان في الغابه، دخلنا للغابه مع تحت الظلمه، ولينا يدك هكا ديرو هاك ما تشوفوش خويا عمار، الظلمه مان تي، واش راح نحكي لك، الظلمه ما تشوف والو كيفاش. نبداو انا كنت لاقينا الحراقه لي فاك هذوك اللي فاتوا كاع تلاقيناهم من الداخل في وسط الغابه، هذا هذا يطيح في هذا خويا عمار، كون مرومو تحلى في داخل الغابة، تكون الغابة تاعنا، وهي هذه الغابة كي تخلص الغابة توصل البيستا الأولى. بقينا ماشيين، ما تلاقينا أنا هذا رابع، هو كان خرج معايا، كنت ماشي موراه أنا، أنا اللي عندي المابس، الآخرين ما عندهمش المابس. المهم من بعد قال لي وين رانا، وقفنا ريحنا، قلنا خلي يروحوا هذوك الوالا لي فاق، قلنا من بعد باش نقدموا ريحنا، شدينا المابس بدينا نشوفوا شحال بعيد علينا البيستا، شحال بعيد علينا لوطوروت، شحال كلشي هذه الداخل في الغابه. ومن بعد بدينا نقدموا البيستا، قدمنا خلينا جمع، بقات لنا البيستا بالك واحد 40 متر اخويا عمار، خلينا جمع داخل الغابه. حنا كنا سته بيسك فارقنا، ولينا سته، كي وصلنا للبيستا بقينا سته هكا خويا عمار، ربع مغاربه واحد سوري وانا جزائري في وسطهم، كاش جزائريه كاع ما عليناش. وصلنا انا ورابي عاده ربي يذكره بالخير في طاليان دروك، وصلنا انا وياه للبيستا، وصلت انا الاول للبيستا، وصلت طلعت هكا مع كانت واحد طلعه هكا، طلعت تخرجت طليت، شفت من ما كانش الدوريه، ما كانش هيا الحمد لله. قلت له عاودت رجعت لعند جماعه، قلت لهم ما كانش الدوريه، قلت لهم نزيدو نصبروا شويه. هذه يعني نحكي لك الوقت كانت ديجا 9 تاع الليل خويا عمار، قلت لهم نصبروا شويه بزمان يروح هذاك الغاشي
باش كيتلهاو معاه دوك كيبداو يخرجوا الغاشي من الغابه ويقطعوا البيستا يوليو يبانوا في وسط الحرث، تبان مع الدرون والفراروج تبان اخويا عمار. قلنا خليه يطيحوا، واش يطيحوا ومن بعد نفوتوا حنا في وسطهم، وهكذا كان الحال اخويا عمار. ورجعنا حنا كنا في سته، قلنا لهم فالو خالتي هذه هي حرقه، وكل واحد كيفاش جاي، وكل واحد واش داير في راسه، وكل واحد وطريقه هكا. قلت لهم حنا رانا نتقاسموا دروك ثلاثه ثلاثه هكا، حبيتوا تخرجوا نتوما الاول وتروحوا نستناوكم نتوما حتى تخرجوا ونعاودوا نزيدوا نروحوا موراكم، حبيتوا تخليونا حنا نروحوا للوالو وتلحقونا نتوما ماشي مشكل. قلت لهم المهم ملتقى نتلاقاو البيستا دوزيام هكا، دايرين حسابنا حنا ما عليناش. راه بيع، قلت له شوف العشرة، العشرة ونص نتكلوا على ربي فيها فيها، العشرة ونص اكزاكت خويا عمار ضربنا البيستا الاولى، ضربنا البيستا الاولى دخلنا مع كاين واحد الشجر هكا شويه تخبينا مع شجر، ومن بعد دخلنا في وسط الحرث اخويا عمار. قلت لك واحد 400 يا عمار اجري اجري، واش عندك واش عندك، شفت السوف اللي عندك، السوف اللي عندك كاع تخليه تما في هذيك ما بين البيستا الاولى والبيستا الدوزيام، بيس لو كان لو كان يصح يشوفوك ويقربوا ليك يطيحوك يطيحوك، انت ديما خليهم بعد ما يشوفوك، خليهم ديما بعد باش باش كي تدخل في وسط الغابه في البيستا الدوزيام تتلف لهم منين رحت. وهكذا كان كان الحال. كي خرجنا في وسط الحرث هنا مشينا 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 واحد 200 متر خويا عمار حبسنا، خزرت السمانة لقيت له لقيت الدرون من بعيد، قلت للرابع قلت له الدرون، قلت له نزيدو، زيدنا زيدنا قربنا، بقات لنا واقيلا واحد 500 متر على البيستا الدوزيام، وكان واحد الفوسي خويا عمار فوسي ناشف وكانت غابة في وسطو هكا، دخلنا في وسطو شافونا هما خويا عمار شافونا بلون فرايروج. ما كانش يا خويا عمار 10 دقائق نشوف انا لاطوش تضرب من بعيد، قلت له رابع قلت له هم جايين من الاخر، قلت له هادو طيحونا وربي كبير. قال لي ما تقلق ما والو، قال لي ريح في بلاصتك. مع اللي حنا كي دخلنا في وسط الفوسي ما حوس بدلنا البلاصه، دخلنا شغل في بلاصه هادي بدلنا البلاصه، زدنا مشينا بالك واحد 50 متر في وسط الفوسي هذاك باش نبدلوا لهم البلاصه نهائيا، ماشي البلاصه اللي دخلت عليها تبقى فيها تبدل. وهكذا كان الحال حتى لقينا الدوريه جات ودخلت بالطونوبيل في وسط البيستا هذيك. والله العظيم يا خويا عمار وربي على ما اقول شاهد، حبست جوست معانا هذيك الباترول تاعهم هذيك، حبست معانا ديرك تقول كانوا على باليش هبطوا، وهما على بالك عندهم واحد الحيله سبحان الله، هبطوا ضربوا بلا طوش. انا شوف خويا عمار كيما راني عاطيك بالوجه هكا، سما راني عاطي لابوليس انا بالوجه وصحابي عاطينها بالظهر راكدين في الفوسي هما ما يشوفوهمش، انا اللي تخاف يشوفوني حتى لو كان يضرب بلا طوش يضرب عينيا يقدر يتحلب لي في اي لحظه. واش درت انا؟ كنت لابس بوني هبطت البوني انا ديركت على عينيا وبقيت يا ربي يا ربي يا ربي ونقراو نقرا اللهم يا ربي استرنا يا ربي استرنا يا ربي استرنا يا ربي بعدنا. المهم غير ندعي خويا عمار، فايت الساعة وانا ندعي، هذه ساعة كومبلية هما تم يقلبوا علينا ويضربوا بلاطوش ضربوا بلاطوش. من بعد كي ما لقاوناش كيفاش داروا؟ خلاو الطوموبيل على الجهة اللي منا وبعدوا وبعدوا مننا بالك يا ربي واحد 10 مترات ولا 20 متر، وقعدوا في الارض وحبسوا باش يشوفوا يسمعوا الحس اسكو كاين ولا ما كاش. بقاو واحد النص ساعة هما حابسين في بلاصتهم يشوفونا اسكو نديروا الحس ولا ما نديروش. المهم ومن بعد نشوفوهم ابرين الساعة هكاك نشوفوهم جايين بلاطوش يمشيو يضربوا في وسط الفوسي يضربوا يضربوا يضربوا، زاد وصل عندنا اكزاكت زاد ضرب بلاطوش ضرب مليح مليح بلاطوش مع اللي كان الخرش وهذاك وين خرجت الصيف مازال شوية الحالة فيها الغابة وكذا. المهم ضرب هكا ما كاين والو، طلعوا طلعوا زوج وبقى واحد خويا عمار. شوف ديما عندهم الحيله، كي خبطوا البيبان حنا سمعنا زوج بيبان تخبطوا ماشي ثلاثه،
نطقت مع ربيع، قلت له ربيع، قلت له مازال واحد، بقاو بالك واحد 10 دقايق هكاك اخويا عمار، ولا 4 ساعة هما واقفين غير في البلاصة، هما هذاك اللي بقى هو اللي يسوي في اسكو الحركة اسكو كده، ما ليناش جعل ربي عماهم ربي. اي طلعوا في الطوموبيل راحوا. هذه كانت ال11 تاع الليل هكاك اخويا عمار. بعد قلت انا الرابع، قلت له ما نضربوش لوطور والدروك، قلت له خليوها مع الزوج تاع الصباح ونضربوها، قلت له ارقد الا بغيت ترقد، قلت له انا راح نرقد، قال لي فيها. رقدنا رقدنا والله مع الزوج وعشرين، راني شافي عليها كيما دروك تاع الصباح كي نطشت الساعة كنت على 22. نطقت للرابع قلت له نضربوا لوطور والدروك، قال لي الله يسهل. خرجنا خرجنا قطعنا البيستا، ضربنا الراية هي الأولى، ومن بعد تضرب لوطور الجهة الأولى والدوزيام، ومن بعد تدخل في وسط الغابة. كي دخلنا في وسط الغابة خويا عمار، عرفت باللي سما سيبو، راني حاجة راني قضيت عليها سما، هادو سيبو تاع الحدود سيبو فوتهم. ركعت نكذب عليك اخويا عمار، ركعت ربي قلت يا ربي كثر خيرك والحمد لله، وحكمت الطريق. مشينا يا ربي واحد 10 دقائق، مع كانت الظلمة والغابة ما نشوف والو، قلنا نرقدو الصباح نكملو في النهار نكملو. اي معايا انا هذاك، يعني هذاك ربيع هذاك انسان رزين، وهو تاني شغل خارج من البلاد مقهور مسكين متزوج زوج دراري، واش نقول له؟ يقول لي ايه نكذب عليك خويا عمار، واش نقول له؟ يقول لي كيما تشوفها تخرجنا هذيك هي، ما عليناش. قلت له الله يسخر كيما يقولوا هم ربي سهل. اي رقدنا نوضنا الصباح، كلينا واش كلينا وحكمنا الطريق، بدينا نحكموا في الطريق خويا عمار، بدينا نمشيو المابس عندنا النقاط ورانا ماشيين ماشيين ماشيين. برومي جور دوزيام جور تروازيام جور ما تلاقينا بحر تحرك في الطريق، لا لا بوليس لا العسكر لا حتى واحد خويا عمار، 3 جور ما كان والو غير احنا وربي سبحانه، ما كان والو. وصلنا لواحد الفيلاج يقولوا له ميكرو ديريو، وصلنا للفيلاج هذاك، قبل ما نوصلوا للفيلاج هذاك حكمنا الليل، طاحت علينا الظلمه. كي طاحت علينا الظلمه كنا حنا ندخلوا لوسط الغابه، وغدوها الصباح يخيرها ربي نكملوا مع النقاط تاعنا، بسكي اغلبيه انا الطريق اللي خدمتها اخويا عمار داخل الغابه، ما خدمتش البيستا بزاف، خدمت غير الغابه، والغابه ما تقدرش تمشاها في الليل، كاين بلايص تقدر تمشاهم وكاين بلايص ما تقدرش تمشاهم. المهم دخلنا رقدنا الصباح، نوضنا نوضنا مع 8 هكا، سمعوا الهضره طلقنا ودنينا. قلت الرابع قلت له الهضره، بقينا نسمعوا العربيه، قلت له هادو خاوتنا الحراقه، بقينا نتبعوا نتبعوا في الهضره ونتبعوا في الهضره نتبعوا في الهضره، حتى لقاونا خرجنا ليهم 10 حراقه مش عليهم النار ويطيبوا في الماكله. السلام عليكم. السلام هي قاع مغاربه، السلام سلام. المهم ريحنا معاهم قدام الناس، قهوينا حكينا كذا 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 كذا. المهم ومن بعد هما في طريق كي ضربنا المابس تاعنا وتاعهم نقاط وحده، قلنا نكملوا نكملوا في رحبه، وين ما جات هذيك هي. مشينا مشينا بريميجور خويا عمار، في الجروب تاعهم اللي شاد المابس عنده تليفون عيان، دي فوا دي فوا يرميه المابس، ما عندهمش تليفون مليح في المابس، دي فوا دي فوا يرميه من المابس. يا ودي رمانا في واحد البلاصه يا خويا عمار، واش راح نحكي لك؟ حتى ولو كانت موت تما الا انت وربي ما يجيبوا لك الخبر ما حتى حاجه، طيشنا في واحد الوادي يا خويا عمار الله لا يشوف مؤمن. كيف قلت له يرحم بابك، قلت له انت راك شاد المابس هذا كيفاش راك تقيدي في روحك كيفاش راك تقيدي فينا؟ قلت له خويا قلت له شوف هادي خدمنا معاهم طريق نهار بركه، قلت له خويا قلت له هنا كل واحد يمشي في طريقه معاهم، ما تفهموش بين بعضهم هما في الجروب تاعهم وما نتفاهميش. قلت له اللهم كنا احنا في ثلاثه يا خويا، ما كانش اللي يقول لك اها، كامل اللي يقول لك ايه، كي تهضر هضره هي مشات، ما عليناش. المهم تفارقنا معاهم في واحد الفيلاج يقولوا له روزا، بالك سامع به ولا حكاولك عليه حراقه.
تما تفارقنا كي وصلنا، فتنا روزا بالك يا ربي بواحد 2 كيلومتر، تما جماعة السلام عليكم، حنا طريقنا وما نكملوهاش معاكم، وطريقنا ماشي هذه هي. حنا كنا ما حنا حنا كيفاش كنا في البروغرام تاعنا، حنا النقاط اللي عندنا تخدم اليونان كومبلي خويا عمار، مشيها ديرها بالك في واحد الشهر هكا كنت تمشي. ومن بعد ربيع هذا عنده صاحبه، عنده صاحبه غير كيما فات، عنده شهر من اللي فات من هذيك الطريق، قال له كاينه ضربه شابه، قال له روحوا الكومونتيني، قال له تمونطاو في السيميات. ولات لي انا هذه حكاها لي كي كنا ماشيين في الطريق، ولات لي البوبينه انا عاودت بوبينيت، قلت له ربيع قلت له واش رايك، قلت له حنا انت هذه الطريق كامل وتخاف يطيحونا وما على بالناش واش كاين واش ما كانش، تخاف تخدم 20 يوم وبعد يطيحوك يردوك للترك كده. قلت له شوف الحاجة الشابة، قلت له خدمو كومونتيني، قال لي الله يسخر فيها فيها. وحنا كانت بدات خلاص بدات تنقص لنا الماكلة، ما تكفيناش باش نوصلو الكومونتيني، بيسك اخويا عمار كي تكون ماشي ما تقدرش تهز انت ماكلة تاع رحلة كومبلي، تمشي وتقضي من الفيلاجات، كي تبدا تنقص لك دير حسابك وتقضي من الفيلاجات. كنا لو كنا نروحوا لواحد الفيلاج يقولوا له الله اعلم كيش راس هكا كيش راس الله اعلم، نروحوا لكيش راس هذا نتقداو منه ونحكموا طريقنا الكومونتيني، بيسك علاش في هذا كيش راس تحب تكمل ديراكت الابي تكمل على الجبال، تحب تهبط الكومونتيني تهبط من تما هذاك هو الفيلاج اللاكس تم الرومبوا، يا تكمل هاك يا تدور هاك. قال لي خويا ربيع قال لي الله يسخر هي الله يسهل الله يسهل. بدينا نمشيو مشينا طلع علينا النهار، كنا نرقدو ما حبيناش، مع زيدنا خرجنا في بلاصه واطيه ما كان لا غابه لا والو، سما كي تعود ماشي تبان كاين غير هذوك الفرفارات تاع الريحه خويا عمار، ما كاين والو لا شجره لا حجره تبان. المهم ما عليناش كنا نرقدو، طاح الظلمه نكملو مع زاد ساعدتنا كانت غير البيستا خويا عمار. وهذيك الليله نوصلو لكيشروس، سما دايرين بروغرام تاعنا حنا باللي نباتو بربي ان شاء الله في كيشروس. المهم ما عليناش رقدنا نوضنا العشيه حكمنا، بدينا نمشيو نمشي 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 غير نمشي غير نمشي، وبدينا نطيخو في الحراقه ساعه ساعه، ويفوتوا عليك زوج ثلاثة يفوت عليك جروب تاع افغان، يفوت عليك جروب تاع باكستان، 150 بنادم حتى تلقاهم فايتين عليك. المهم وصلنا كيشروس، وصلنا 10:30 تاع الليل لكيشروس، وصلنا هذه هي كيشروس مع لوكاليزاسيون مع عندنا منين نقضي وكل شيء تسمى في المابس. المهم كنا لما نرقدو غدوة الصباح يدير لها ربي تاوي نقضيو قبل ما يطلع النهار نقضيو، رقدنا نوضنا الصباح على 6 تاع الصباح، ربي يذكره بالخير خويا ربيع هو واحد مغربي تاني، هما اللي داروا الكوراج وراحوا تقداو لنا، راحوا قداو لنا شي اللي خصنا الدخان الماكله كدا منا. المهم لمينا قش الرحله، حنا كنا في 6 خويا عمار، كي كملنا الرحله كملناها في 6، زدنا تلاقينا 3 واحد اخرين ودخلوا معانا وكملنا الطريق في كيش راس. ومن بعد حكمنا الطريق نمشي ونتمشى مشينا برومي جور دوزيام جور تروازيام جور اخويا عمار، وصلنا تروازيام جور شفيت اخويا عمار نهار عيط لك من الغابه، هذاك هو تروازيام جور من كيش راس تسمى كيما نقولوا، حنا كنا ماشيين كلش واحد 8 ايام خويا عمار من الحدود تاع تركيا حتى حتى الكومونتيني، مشينا واحد 8 ايام ولا 10 ايام هكا، مع اللي كنا نمشيو في راحتنا خويا عمار، ما كانش اللي كان مقلقنا. انا كاين النهار اللي مشيت فيه 2 كيلومتر 3 كيلومتر خويا عمار، وكاين النهار اللي مشيت فيه 40 كيلومتر خويا عمار، كل نهار وكيفاش يعطيك. المهم قربنا الكومونتيني، المهم راك تعرف نطقنا معاه باش نقسمو رواحنا باش كي نوصلو الكومونتيني، حنا باينين الجروب تاعنا فيه 3 ما من المونتاج يا 2 يا 3 ما كانش 4 و5، وهادي هضرت معاهم في هذيك الغابه خويا عمار، هضرت مع جماعه قلت لهم جماعه قلت لهم احنا رانا 3 وانتم راكم 3،
نوصلوا الكومونتيني، كل واحد يضرب كيما يعرف. اخويا تما تفض الرحله تاعكم معانا، كل واحد خصتك حاجه ماكله نعطيك بصح في الضربه، كل واحد يدبر راسه. وصلنا الكومونتيني خويا عمار مع 6 تاع الصباح، 6 تاع الصباح كنا في كومونتيني في البارك. وصلنا استاستينا الماناج، شفنا ما كانش الحراقه، وين راحوا الحراقه؟ ما كانش. المهم قعدنا نشوفوا ما كانش. جراو مورانا لا بوليس، وحنا ما نعرفوش الكود. جراو مورانا لا بوليس يا خويا عمار، عبالكو من جهه البارك هذاك تاع كومونتيني او لوطا قليله الغابه، ما كانش الغابه بزاف قليله، وكان غارسين القطن اخويا عمار. حنا هاربين، وهاديك على بالك الفرقو تاعهم ايو كاع واش كاين في وسط الحرت هذاك. المهم سلكنا منهم، حنا كنا 6، قلنا لهم يا جماعه لازمنا نتقاسموا 3 3، ما بقاوش 6 هكا مجموعين، هم يطيحونا يطيحون ما عليناش. المهم تقاسمنا تما، وين تلاقيت انا واحد جزائري. هذه الغدوه من ذاك وصلنا اليوم، فات النهار تاع اليوم، الغدوه من ذاك طلعنا نضربوا من البارك، رحنا نضربوا من البارك. هيا تلاقيت واحد جزائري من خنشله، تلاقيته قلت له شحال عندك هنا؟ قال لي عندي 15 يوم. قلت له كيفاش راه يدور الكود هنايا؟ قال لي الكود بالنوبه، قال لي تشد النوبه تاعك وتستنى. ايه وقتاش توصلني النوبه انا هذه؟ ما توصلنيش على حساب الشوفه شهر، وما توصلنيش النوبه انا هنايا. ما عليناش، بقينا انا ما حبيت نضرب، ما حبيت نسيي ما والو، قاعد غير نشوف خويا عمار، غير انا نحب كي نحوس ندير حاجه نشوفها قبل. قعدت نشوف برومي جور، دوزيام جور، تروازيام جور، كاتريام جور، سانكيام جور. ايا تما بدينا، ايا بدينا ندخلوا للبارك اخويا عمار، ومدينا بدينا نحوسوا على الماتريكيل البانيا مقدونيا. ما كانش الماتريكيل هذا ما نضربوش، وبدينا طمنطينا في مقدونيا. طيحونا اخويا عمار، طيحنا الشوفور ماشي لابوليس ولا الشوفور، يتحل بنا يهبطنا، نزيدو نضربو في البانيا. المهم ريحت 15 يوم اخويا عمار في البارك هذا. وي الحلقه نكون هنا على 20 ولا بزاف، يا حوالي ساعه. مشاهدينا الكرام نقول لكم تابعونا الحلقه الخامسه، راح يحكي لنا كيفاش ضرب من البارك هذاك.